والحقيقة أن كل علم من العلوم يشكل في حد ذاته فنًا من الفنون، لما يضيفه ذلك العلم إلى عالم الإنسان والحياة من أنماط الجمال والتحضر، بيد أن الخط العربي غلب عليه طابعه الجمالي لقابليته للرسم والتشكل، حتى أن الرسام الشهير بيكاسو نقل عنه هذه العبارة بقوله: إن أقصى ما وصلت إليه في فن الرسم وجدت الخط العربي قد سبقني إليه. وفي منتدى الثلاثاء الثقافي تحتل الفنون المختلفة من المسرح والرسم التشكيلي والنحت والتصوير والخط العربي مساحة واسعة وحظا وافرا من برنامجه الثقافي سنويا. لالتصاق هذه الفنون بالفكر والثقافة، أولا كونها مجالا خصبا للتعبير عن الأفكار، وثانيا يأتي اهتمام المنتدى بهذه الفنون لما يستحقه هؤلاء المبدعون من تكريم وإشادة نظير ما يقدمونه من إثراء في الحياة الاجتماعية العامة، والذي يتمثل في الطاقات الإبداعية وفي إقامة المحافل والمهرجانات التي تملأ أوقات الأفراد بالمتعة والفائدة. في الدقائق القادمة أيها الأخوة والأخوات، نتثاقف سويا حول البعد الجمالي والعلمي للخط العربي بمعية الأخوين الأستاذ إبراهيم الزاير رئيس الجمعية السعودية للخط العربي، والأستاذ عبد الله محمد صالح العضو المؤسس لدار الخط العربي بالأحساء. باسمكم جميعا أرحب بالضيفين العزيزين، وسنبدأ بالاستماع لمشاركة ورقة الأستاذ عبد الله محمد صالح، وهو من الخطاطين المعروفين من مواليد الأحساء وحاصل على بكالوريوس اللغة العربية، ويعمل وكيل مدرسة ابتدائية هاون للخط العربي، وأقام معرضين شخصيين، شارك في عدة مسابقات منها مسابقة جامعة الملك فيصل ومسابقة السفير التابعة لوزارة الخارجية، وكذلك شارك في جائزة البردة في دبي، كما له مشاركات بعدة مهرجانات ومعارض فنية منها مهرجان أرامكو وحسانة فلة. ساهم في تأسيس دار الخط العربي بالأحساء، كما قدم عدداً من الندوات وورش العمل في مجال الخط العربي. أهلاً وسهلاً بكم وبه، ويتفضل في إلقاء ورقته. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية قال القطيف: قلت غاية قصدنا، ألق المراسي أيها الربان. وبادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لمنتدى الثلاثاء الثقافي ممثلا في سعادة الأستاذ المهندس أبو هادي والقائمين على المنتدى، والشكر موصول لهذه الوجوه الطيبة التي تجشمت على المجيء إلى هذا المكان الرائع في هذه الأمسية التي هي من أماسي الخير والسعادة والفلاح، مضمخة بالحرف العربي وبعبقه، وهو أحد الفنون الشريفة والصنائع الشريفة كذلك. وأتمنى أن يكون هذا اللقاء خفيف الظل من جهة، وأن يضيف جديداً من جهة أخرى. من المفترض أن تكون هذه الأمسية عرضاً لتجربة شخصية متواضعة لهاون فتنته حروف عربية. سأحكي قصتي في بعض المحطات، وأبدها بجماليات الخط العربي وهو عنوان عريض، غير أني أريد أن أعرج على اللغة العربية. فما هو أصل اللغة؟ يقال بأنها توقيفية، أي نزلت من السماء، واستدل العلماء وعلم آدم الأسماء كلها، والبعض قال أنها من صنع الإنسان حيث حاكى الطبيعة وما حوله. وفي بعض الكتب
تقول بأن أربعة من قريش اتفقوا لوضع الأبجدية، وذاك قول ضعيف. وما يهمني من الحروف الرائعة والجميلة للغتنا الجميلة، وجميل أن يحتفي الإنسان بلغته الأم وأن يحبها، ولكن الأجمل أن لا يهمش اللغات الأخرى ولا يقصيها. فكل اللغات جميلة وكل الحروف جميلة، لذلك نرى أن اللغات تحوي ما تحويه اللغة العربية. فمن ضمن ما تحمله هذه اللغات؟ أولاً أنها خط ارتكاز، فهناك حروف فوق السطر وحروف تحت السطر. اثنين، لها أنواع من الخطوط، لكل لغة لها أنواع، ليس بس فقط للغة العربية. يوجد لبعض أحرفها نقط، كما هو موجود في اللغة العربية لبعض الحروف نقط، ولكل لغة فنانيها ومبدعيها. وهذا على سبيل المثال للحاصل. وما تتميز به اللغة العربية التي وضع قواعدها الرقم الصعب في ذلك مهندس اللغة العربية، مهندس الحروف العربية ابن مقلة، بعض الشغلات. أولا أن اللغة العربية لها ميزان وقواعد لكل نوع من أنواعها، وتتفرد من جمالياتها بمجزوءات الحروف، وهي الحركات ثلاث: الفتحة والضمة والكسرة، غير أن السكون ليست حركة. كما تتميز ببعض الحركات التزيينية التي منها ما يسميه الكاشيدة، أي مادة الحروف، ولا توجد في بعض اللغات الأخرى. ومنها التموسق، حيث أن تتموسق الحروف على الورق. لذلك اشتغل كثير من المفكرين في اللغة وعبروا عنها، فقال ابن خلدون أن الخط من الصنائع الشريفة في مقدمته، وقال ابن عربي أن الحروف أمة من الأمم، لها رسل ولها برزخ. وقال ابن حيان، أبو حيان التوحيدي، الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية. وقال الإمام علي، حسن الخط من مفاتيح الرزق، والخط للأمير جمال، وللوزير كمال، وللفقير مال. وأخيرا جاء ابن المعتز ليقول: كأن السقاة بين الندامة ألفات على السطور قيام. لذلك في الوقت الحاضر هناك دعوة جدية من أجل أن يكون هناك تأسيس علم نقد فني خطي، لأن الإنسان يستطيع والخطاط يستطيع أن يعبر عما في نفسه وما يجيش بخاطره عن طريق الحروف. فالحروف مطاوعة، الحروف حقيقة هي عبارة عن كائنات حية، يعني تتمدد وتكبر وتبدأ بالضعف ثم بقوة، ثم تصل إلى أن تتلاشى في نهايتها وتضمحل وتموت. السلام عليكم. وسوف أعرض إلى بعض هذه النقاط التي أقصدها عندما أتكلم عن هذه التجربة المتواضعة فيما يخص اللوحات المعلقة. المحطة الثانية، نحن نواجه مشكلة كبيرة، وهي تدني مستوى الخط العربي عند التلاميذ، بل بالأحرى عند الكل، وخاصة بعض 15 سنة إلى 20 سنة من مخرجات التعليم. أصبح الإنسان أو الطالب عندنا لا يعرف أن يكتب الحروف حتى صحيحة، بغض النظر عن أن يكتبها على قاعدة. وحقيقة يعزى هذه المسألة إلى عدة جهات وليس جهة واحدة. فمن جهات المدرسة، المدرسة تضطر في بعض الأحيان أن تولي تدريس الخط العربي إلى معلم لا يجيد الخط، تكملة نصاب وضعه في حصصه الأخيرة. وكذلك المنهج، كان قديما يعطى هذا المنهج حقيقة وهو جيد يناسب الطلاب، ثم من بعد ذلك أصبح هناك منهج جديد
وهذا هو المنهج القديم، وهو في نفس الوقت جيد، حيث يعرض إلى الجلسة الصحيحة والمسكة الصحيحة للقلم، بالإضافة إلى تقسيم الحروف 28 حرف، ما هي الحروف التي تكون فوق السطر وما هي الحروف التي تكون تحت السطر، بالإضافة إلى أنه يحمل نوعين من الخطوط المشهورة وهي خط الرقعة وخط الناس. وكان يزود كذلك المعلم بكتاب للمعلم حتى يستطيع أن يشرح كيفية كتابة الحروف، غير أننا للوقت الحاضر أصبحت المسألة لا تعد أن يغذى بعض المناهج الدراسية بخط ركيك، بالإضافة إلى أنه يقتصر على فقط سطرين بالكتابة، وأصبح الطالب لا يكتب. وجاءت الأجهزة الحديثة لتقضي على ما بقى عنده من جماليات في حروفه، بالإضافة إلى أنه المنهج هناك الدرجة، كان قديما تعطى الدرجة كاملة على الخط، ثم جاء التعاميم لتقسم الدرجة إلى قسمين، فأصبح كان يكتب أولا أكتب 3 مرات بخط الرقعة ومرتين بخط الناس، أصبح الآن أكتب بخط جميل وواضح فقط. وعملية تجزئة الدرجة قتلا للدرجة. ثم الآن جاء لا يفرق ما بين خط النص ولا خط الرقعة، اكتب فقط دون تصحيح وبدون تشجيع، لا يوجد هناك نوع من المعارضة في داخل المدرسة ولا في خارجها بالنسبة حق المجتمع. كذلك ولي الأمر والمعلم عندما يجيب الطالب القراءة والكتابة يتغاضى عن درجة يمنحه الدرجة كاملة، في حين أن الخط هو عبارة عن فن، والفن ليس له سقف وليس له حدود، فمعنى ذلك لا يصل الإنسان إلى الدرجة الكاملة إلا أنه تجاوزا بحكم معرفته للقراءة والكتابة. المحطة الثالثة والأخيرة حتى لا أطيل هي الحروفية العربية. والحروفية العربية تعريفها بشكل مختصر هو إدخال الحرف العربي كخط مخطوط داخل اللوحة التشكيلية. ظهرت هذه الحركة منذ تقريبا 50 إلى 60 سنة، والكل يقول بأنه الرائد فيها، غير أن أجمع الأغلبية على أن كانت الريادة لأهل العراق. فهناك فنان عراقي بجانبه فنانة، الفنان هو جميل حمودي والفنانة هي مديحة عمر، و كانت الريادة قبل العربية لبول كيلي وكاندينسكي، وأخذوا هذ الاثنين التأثر بهم، ثم أدخلوا بعض الحروف ليست بهذه الصورة وإنما كانت بدائية، ثم تطورت شيئا فشيء. وكان الهدف من ورائها هي عبارة عن حفظ الهوية العربية في وسط المجتمع الغربي، خوفا من ضياع الهوية العربية بالنسبة لهم، فلم يجدوا إلا الحرف العربي لينقذهم ويكون هو الرابط بينهم وبين الهوية العربية، فاتخذوه مركزا لمحورا لأعمالهم الفنية. ثم تطورت هذه المسألة، ولحسن الحظ أن يكون الريادة لأهل العراق في الشعر الحديث وفي الحروفية الحديثة. من الأجيال المتأخرة الذين تأثروا بهذه القضية فنان أيضا عراقي من النجف الأشرف يدعى حسن المسعود، وكان حسن المسعود يحب الخط، ولكنه يهبو ويحلم يوما من الأيام أن يصل إلى باريس، وتشاء الأقدار أن يسافر إلى باريس ثم يدرس هناك في الفنون الجميلة، وكان يرسم كما يرسم الفرنسيون. الفرنسيون يرسمون الأجواء الأوروبية فيغلب عليها الأزرق الغامق والرماد وإلى آخره. وفي يوم من الأيام جاء إليه أستاذ فقال: إلى أين أنت ذاهب؟ أتريد أن تبز ما موجود في فرنسا؟ هذا شغلنا، إحنا أهل البلد وإحنا أهل هالأجواء، ولكن نحن نحتاج إلى شيء لا يوجد هنا. فكانت هي نقطة أو حقيقة يعني وقفة مفصلية في حياته، فيقول: تذكرت مثل أفريقي يقول: إذا كنت لا تعرف أين تذهب فتذكر من أين أتيت. فأنا أتيت من الشرق،
أحمل الألوان الشرقية وأحمل الثقافة الشرقية، ولم يجد مهرب ولم يجد ملجأ إلا إلى الحرف العربي. فأوعز إلى أهله بأن يرسلوا له كل التراث الذي يتعلق بالخط العربي، وأرسلوا إليه وعكف عليه في دراسة 4 سنوات حتى استطاع أن يتثقف ثقافة كاملة حول الخط العربي وصناعة الورق وصناعة الأحبار والقصب وأنواعه وكيفية القط وإلى آخره. وكانت نقطة مفصلية أخرى في حياته أيضا عندما دعي 100 فنان إلى باريس ومن اليابان والصين، وكانوا يحملون فرشا على أكتافهم كما لو أنها مكانس. افترشوا الأرض بلوحات كبيرة وراحوا يأتون ذهابا وإيابا بشكل خاطف على اللوحات، ويخرجون بعض اللوحات الجميلة حقيقة بالأحرف التي يستخدمونها. فانقدح في فكره، ولماذا لا يكون ذلك في العربي؟ ذهب إلى الصحراء، تأملها كثيرا وخاصة في صحراء موريتانيا، فوجد أن ذرات أو التيارات الهوائية تلعب بذرات الرمل لتحدث لها كأنها بطون حياة كما يقولون. واكتشف من خلالها أن جعل بعض الأحرف تكون على شكل تيارات الهواء التي تلعب في حبات الرمل. وثم كان هناك نوع من العمق في اتخاذ الحروف، كما قلنا بأن الحرف هو عبارة عن كائن حي، والكائن الحي لا يصل إلى الكمال، وهذا ما أقصده في بعض اللوحات، أن تجد أن الحرف لا يكتمل وجماله بنقصانه، ليس بالضرورة أن يكون بكماله. ومن هذا المنطلق أصبح يصنع أحبار له بنفسه ويكتب هذه الطريقة بالنسبة للأحرف. استطاع أن يعمل دورات وينتقل إلى مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية يشترك فيها مع عازف وموسيقي وشاعر، هو يكتب والموسيقي يعزف والشاعر يقول الشعر. ثم من بعد ذلك يطور أسلوبه. بقيت نقطة بسيطة، حاولت أن في مرة من المرات أن أرى الخط المغربي وقد لاقى مني هوان حقيقة، فأحببت أن أتتبعه وذهبت إلى دبي وإلى مؤسسة الماجد للثقافة والتراث، واستطعت أن أحصل على بعض الصور لمصحف القرآن الكريم بمجموعة من الخطوط المغربية. والخط المغربي جاء من المشرق إلى المغرب العربي، وكان هناك السكان بربر لا يحتاجون إلى الكتابة كثير ويعيشون بالمشافهة كما هو العرب قديما، ولذلك لم يعطوا الخط العربي عناية فائقة جدا واستخدموا هذه الطريقة. عندما ترى فيه الأصالة والقدم، وحقيقة هو على غرار ما في الخط العربي المشرقي، أي يوجد مجموعة كبيرة من الخط المغربي، الخط القيرواني، الخط الأندلسي، الخط السوداني، كلها مجموعة من الخطوط، وأشهر ما الخطوط فيها هو خط المجوهر والخط المبسوط، ويعتمدون في جماليات على الكتلة الجمالية للكلمة، ليس بالضرورة يعني بالحرف وليس له ميزان. الآن يعملون حقيقة على تقعيد هذا الخط على غرار الخط العربي بأن يكون هناك خط مغربي ثلث وخط مغربي ديواني، لكن المشرق العربي حقيقة سبقهم إلى ذلك. حاولت إدخال هذا المحاكاة حقيقة النمط من الكتابة في اللوحات ليضفي إليها شيء من الجمال. هذا فيما يخص ورقتي، أشكر لكم إصغاءكم الرائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك استاذ عبد الله على هذا العرض الجميل وهذه الرحلة الرائعة في موضوع الخط العربي. نحن في انتظار ورقة رئيس الجمعية السعودية للخط العربي الأخ الأستاذ إبراهيم عبد الله الزاير، وتعريف بهذا الأستاذ، فهو من مواليد الجش بمحافظة القطيف عام 1392. بدأ رحلته مع الخط في 20 من عمره، حيث ارتحل إلى اسطنبول لدراسة فن الخط على يد الأستاذ الخطاط المشهور
محمد أوزجاي، صحيح ليس صحيح، وذلك عام 1415. حاصل على بكالوريوس في الفنون من جامعة الملك سعود، يعمل حاليا معلما للتربية الفنية، ويعمل ويعلم الخط للهواة والمحترفين. هو عضو في اللجنة التحضيرية لنظام الجمعية السعودية للخط العربي، وقد انتخب كأول رئيس لجماعة الخط العربي بالقطيف عام 1422، وكذلك انتخب أول رئيس للجمعية السعودية للخط العربي. شارك ونظم وحكم العديد من المعارض والمسابقات المحلية والدولية، فاز بجائزة في الخط الثلث في تركيا عام 1433، ومشروعه الحالي يعتكف على خط مصحف بخط الثلث والنسخ، وهو مشروع قد يستغرق مدة من الزمن. فأهلا ومرحبا به وبكم جميعا، ونستمع إلى ورقته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر القائمين على منتدى الثلاثاء للنهوض بالمستويات العلمية والثقافية والفنية لوطننا الغالي، في إشارة غير مباشرة لما يحمله الأخوة والأخوات من وعي وتقدير وتشجيع للطاقات الوطنية. والشكر موصول للحضور لحضوركم الكريم لإتاحة الفرصة لنا معا لمذاكرة شيء من فن الخط وثقافة أمتنا العربية والإسلامية. ويطيب لنا البدء في الندوة، وذلك تحت عنوان مناهج فن الخط العربي في محورين. المحور الأول نلقي الضوء فيه على أسس تطور فن الخط العربي عبر التاريخ، فمن الطبيعي في نشوء المنشآت تكون صغيرة وبسيطة، ما تلبث شيئا فشيء نحو التنمية والتكامل بحسب ما يعتني بها ويعتبر فن الخط ضمن المنشآت الثقافية والفنية للغتنا العربية، والذي ساهم في نشأته وتطوره العديد من العلماء والمثقفين والفنانين على مر العصور. وعلى سبيل المثال للحصر، هناك من علماء اللغة العربية من طور بعد أن انتهت مراحل قديمة، وهي انتقال الحروف من الصور إلى الأشكال المتفق عليها، حتى لا ندخل في عملية الكلام بشكل جاف نوعا ما، نقول أن الصورة كانت في السابق هي الدلالة على الرسالة التي يريد أن يرسل أي شخص إلى أشخاص آخرين. مثلا في الفترة القديمة كانت تكتب الرسالة، مثلا توضع صور محددة تؤدي إلى مفهوم الرسالة، مثلا يوضع سنبلة في الرسمة، رسمة سنبلة قمح، ثم يوضع مثلا رسمة إلى ظلام مثلا، ويوضع شيء آخر، أسلمك القمح، يكتب لك أسلمك القمح في الليل، بالصور، كله بالصور. هذه المراحل استغرقت قرون، والإنسان يتفاهم مع الآخر عبر الصور، لا يوجد حرف يتفاهم
كما نحن الآن ألف وباء وتاء، حتى وصلنا في مفهومنا اليوم للخط إلى الحروف والصوتيات، هذا ألف آ إي أو باء إي بو. وهذا طبعا تطور على أيدي علماء في اللغة العربية قد لا يكونوا اليوم خطاطين أو يذكرون كخطاطين، بينما هم الذين وضعوا لنا أصول الحرف. نحن اليوم نفهم بالخطاط بأنه من يجود الخط، بينما هو جاء ليأخذ الجزء شكلي بسيط من مضمون عميق جاء به علماء قد لا يشار لهم بأنهم خطاطين، بينما هم الذين لهم الفضل الأول على الخطاطين كلهم. عموما فهذا بالنسبة إليهم من أمثال يعني علماء اللغة المعروفين أيام، سواء فيما جاء بعد الإمام علي سلام الله عليه، أبو الأسود الدؤلي، سيبويه، وما إلى ذلك مثل الفرهابي، من وضعوا الحركات والنقاط على الحروف كما يقال والتشكيلات بجميع أنواعها، حتى جاء ابن مقلة هذا العلم الذي يعني أخذ أتعاب هؤلاء وتربع على عرش المفهوم الخط. ابن مقلة، ابن مقلة جنى ما يعني غرسه هؤلاء العلماء، ومشكور رحمه الله ابن مقلة وضع لنا الخط المنسوب، وضع النسب للألف والباء في الخط العمودي والخط الأفقي. هذا في الحديث عن الأسماء، والحديث يطول، وباختصار ننتقل إلى المرحلة الأولى، وهي كما أشرنا البدايات قبل الحروف والرموز في مرحلة الصور. هذه مرحلة ضرورية علينا ألا نغفلها لأنها سبقت الكتابة، وعندي تقريبا 6 مقاطع مسجلة من قناة الجزيرة جدا رائعة، طرحتها على الأخ الأستاذ المدير الحوار، لكن الوقت لا يتسع لعرض حتى جزء واحد من هذه الأجزاء 6، فنكتفي بالإشارة إليها، ولمن أراد الاطلاع موجودة إن شاء الله. المرحلة الثانية، الحروف بدون نسب ودور الإسلام والقرآن الثقافي. طبعا القرآن الكريم كما مثلا في الماضي في بدايات التحول من الصورة إلى الخطوط الهيروغليفية والخطوط القديمة ما قبل الإسلام، كان قانون حمورابي من الكتب التي لها فضل كبير على في التدوين. قانون الأنظمة أصبحت تشير له بالبنان وتقتدي به وتعمل قوانين، تستل قوانين منه لتنظيم شؤون دولها. كذلك هذا القانون حمورابي يعتبر وثيقة عظيمة في تاريخ الإنسانية لتطور الكتابة أيا كانت، صورية أو حروفية، يعني على حسب ذاك الزمان قبل تقريبا 14 قرن قبل الميلاد هذا الكلام. كذلك لما جاء دور الإسلام وجاء القرآن الكريم كان له الدور الأكبر في تشجيع الخطاطين وتشجيع النساخ على الكتابة.
هذه المرحلة الثانية الحروف بدون نسب ودور الإسلام والقرآن الكريم الدور الثقافي فيها. المرحلة الثالثة في المحور الأول الخط المنسوب ودور الوزير ابن مقلة وأساتذته وطلابه. طبعا حتى ينتشر مفهوم الخط لا يكفي كان عمر ابن مقلة لوحده لكي يكون ترسيخ إلى مفهوم الخط المنسوب، ولكن جاء ابن مقلة بعده ابن البواب بعده ياقوت المستعصمي، رسخوا هؤلاء التلاميذ مفهوم بين الناس أن الخط له قواعد وله نسب. المحور الثاني التجديد في الخط فيما بعد الخط المنسوب. بعد الخط المنسوب اللي يعني روج له ابن مقلة وروج له ابن البواب وروجوا له الخطاطين في القرن الثالث الهجري، استمروا إلى القرن السادس الهجري، 300 سنة من الترويج بين النساخ والمثقفين بأنه اللي ما يخط على طريقة ابن مقلة يعتبر متخبط، ما عنده قواعد للكتابة. فلذلك العلماء بما أنهم علماء صاروا يبحثون عن الخط المقعد الخط، ويشجعون من يكتب كتابك إذا كان خط كتاب العالم ألفه وخطه واحد سيء الخط أو رديء أو مرة يكتب الواو بشكل والمرة الثانية بشكل ثاني والراء لها عدة أشكال ما لها قاعدة يعني متتالية، أصبح قيمة تقلل من قيمة المخطوطة من قيمة الكتاب، إلى أن وصلنا إلى المرحلة الثانية في المحور الثاني ظهور المدارس الخطية. أصبحت لا من يجود كابن مقلة وأفضل ويدقق في حروفه وكتاباته، مثل ما نقول بمفهوم اليوم أصبحت هاي ريزوليوشن عند الخطاطين، حتى وصلنا إلى العصر الحالي وتربعت الدولة العثمانية طبعا لمدة 400 سنة تجسد أو تشجع مفهوم الأستاذ في الخط، فأوردت وجمعت كل ما ينص على هذا في كتب وطبعتها وعملت جت الآلة الحديثة بأن الحرف أخذوا حروف إلى أفضل الكتاب في هذا الزمان اللي ظهرت فيه الدولة العثمانية وعملوا الطباعة لأنها صادفت الثورة زي ما تقول أو في عصر النهضة يعني في الفترة الأخيرية اللي طلع فيها أيضا فطاحل الفنانين من أمثال مايكل أنجلو ورفائيل وغيرهم من الفنانين فنون عصر النهضة، وطلعت الآلة البخارية القطار والشغلات هذه الأجهزة اللي صنعت تقدر تكرر بجودة عالية، وطلعت القوالب. بهذه المراحل والتسلسل نقدر نقول نتكلم عن مناهج فن الخط من تاريخ من جيل إلى جيل إلين وصلنا اليوم إلى المنهج اللي تفضل به الأستاذ ومناهج وزارة التربية والتعليم. ولكن نختم بنقطة يعني إحنا كعرب مع الأسف ما استثمرنا هذا التاريخ وهذا الفن وهذا العلم، واستثمره الأخوة الأتراك في تركيا. اليوم عندهم ما شاء الله من المتاحف كلها مليئة باللوحات
عبر التاريخ بما فيها الفترة 400 سنة اللي هم ركزوا فيها. فيها يعني في تركيا متاحف للحكومة، متاحف للأفراد، للشركات، كلها تهتم بموضوع الخط والكتابة. اللوحات فيها يعني لا يصعب إخراجها من تركيا، يعني مقتنيات تعتبر هذه للقومية لا يمكن التفريط بها. ناهيك عن وضع الخطاط حاليا في إسطنبول أو في تركيا. الخطاط يعمل لوحة ممكن ب100,000 دولار، بينما هني لا تجد من يقدر في يعني دولنا العربية هذا الموضوع. وهذا اللي يشتغل فيها ب100,000 دولار في الواقع ليست قيمتها، لأن قد تستغرق اللوحة سنة، قد تستغرق سنتين، لأنه يدرس تاريخ هذا الخط، ثم يدرس المدارس، ثم يختار مدرسة تتحدث عن النسبة الذهبية بشكل أفضل حتى يصيغ لنا هذه أو ينمق لنا هذه اللوحة الفنية. الكلام والحديث ذو شجون عن الخط، لو استطعنا أن نتحدث من الآن إلى الصف ما نخلص، ولكن إن شاء الله تتاح لنا الفرصة. كما نشكر القائمين وأنتم على إتاحة الفرصة للحديث معاكم، ونتمنى أن تتاح لنا فرص أخرى للحديث وسبر أغوار هذا الفن الجميل الذي قال فيه الأوائل: عليكم بحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق، وقيل فيه: الخط يبقى زمانا بعد كاتبه، وكاتب الخط تحت الترب مدفون. وهذه يعني في الواقع هي أداة تشجيع إلى كل من يضحي في هذا المجال، مثل الأخوة اللي ضحوا وسافروا إلى تركيا: أبو محمد، أستاذ حسن رضوان، أستاذ حسن الزاهر، أستاذ نافع حيفا، أستاذ علي سواري، أستاذ أحمد أبو سرير، والجميع اسمحوا لنا إن على قولتهم أطلنا عليكم ونسينا بعض الأخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ إبراهيم على هذا الرحلة التاريخية والخلفية العلمية للخط العربي، ولا شك أن كل الورقتين تفتح الباب أمام المداخلات والاستفسار حول بعض تفاصيل هذه النقاط. حياكم الله جميعا. إذا في أحد عنده أي سؤال أو مداخلة خاصة من الخطاطين تفضل. اذكر الاسم بس على جنب. سؤالي أستاذ عبد الله، إن الحروفيات تسويها، هل أنت معتمد أو ماخذ من نوع معين من أنواع الخط العربي كما يقال أنه منسوخ أو مقعد، ومنها من سويت أبستراكت عن خط معين؟ زي ما تشوف مثلا الحروف الخط الحر مثلا، تحس أن هذا الخط ماخذ من رقعة، هذا الخط ماخذ من جو الثلث، وهكذا. هل في شيء معين انت ربطت او اخذت منه حروفيات هذه؟ يعطيك العافيه استاذ عبد العظيم بالخلف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. وجودي الليله مع قامتين الخط العربي أستاذ عبد الله،
مساك الله بالخير. مساك الله بالنور سرور. سنوات طويلة ما شفناك. الله الله مقصرين الحقيقة. سعيدين جدا بلقياك هذا المساء. الحقيقة قد تكون هي مداخلة ليس أسئلة. الخط العربي في القطيف أصبح ميزة أو علامة بارزة في القطيف. أينما نذهب في أي منطقة من مناطق المملكة دائما ما يشار بالبنان للقطيف بوجود نخبة من الخطاطين المميزين على مستوى المملكة وعلى مستوى الوطن العربي، وهذا شيء نفتخر فيه بشكل كبير جدا. وما أعتقد أن هذا جاء بالساهل ومن فراغ. أنا أتذكر كلمة لأخي نافع تحيفة قبل كم سنة كان مرشح لتكريمه في معرض الكتاب، فسألني سؤال بيق كرمونا بويش، قلت له والله ما أدري سألهم وبعدين الجواب عندهم، فاتضح أنها شهادة في النهاية يعني أو حاجة تكريمية. فقال أنا تعبت سنين طويلة في النهاية أكرم بشهادة. فعموما يعني هي يعني كانت وجهة نظر أنا أحترمها وأقدرها كثير. الحاجة الثانية في الخط العربي في شيء اسمه التلمذة. أنا تتلمذت على يد فلان من الخطاطين. هذا الشيء جميل جدا، غير موجود لا في التصوير الضوئي ولا موجود في الفن التشكيلي. إحنا عندنا في الفن التشكيلي نكران الذات. يعني أنا ما أذكر يوم من الأيام فنان تشكيلي يقول أنا تتلمذت على يد فلان، دائما اجتهدت على حالي. والخط العربي لا، دائما يكون تتلمذت على يد الخطاط الفلاني. فهذا الشيء الجميل، يعني أنا أكبر كثير جدا في الخطاطين. الشيء الثالث وهو الأخير إذا يسمح لي رئيس الجلسة، تفضل. الإجازة في الخط العربي دائما الخطاط يأخذ إجازة من خطاط أكبر منه، بمعنى كما لو أنها اجتاز مرحلة معينة من الإجادة ومنها حصل على إجازة. إحنا بالنسبة إلى الفن التشكيلي هذا غير موجود. يعني اليوم ممكن واحد يبدأ يرسم ويفكر أنه لازم يطلع إلى فرنسا علشان يعرض لأنه وصل إلى العالمية، بينما هو تو مبتدئ. شكراً لكم، شكراً للحضور، شكراً للضيوف. شكراً العافية أستاذ أبو محمد. مداخلة من السيدات إلى أخي. لا يوجد في تعليق عند الأستاذ عبد الله. أشكر المهندس صالح. بالنسبة حق نمط الكتاب اللي أكتبها، أنا حقيقة متأثر جدا بالأستاذ حسن المسعود وأحاول أن يكون هناك ناحية من التطوير، لأن حروفه أو شغل علاقة مني هو. ولا أتذكر حقيقة الموعد اللي التقيت بأحرفه، غير أني أحاول أن أحاكي في أعمالي بعض أعماله وتطويرها عن طريق اكتشاف بعض أشكال حروف أخرى حديثة، يعني بطريقة أو بأخرى. فيما يخص تكوين اللوحة هي عبارة عن توليفة كاملة من حرفين أو ثلاث حروف حداثية، وتحمل بعض الأصالة عن طريق تطعيمها ببعض الحروف الكلاسيكية. قد تكون ما تحمل على نفس القاعدة بالضبط، إلا أنها من المنظور الخارجي تكون تقليدية. يعني يوجد في بعض اللوحات أحرف بالديواني أو بالفارسي أو بالرقعة، أو تكون حرة بطريقة أو بأخرى، بالإضافة إلى استخدام أكثر من خامة. ففي بعض الأحيان أستخدم فيها الأحبار الحجرية اللي هي القرمز، وفي بعض الأحيان الكليريك، وفي الآونة الأخيرة أستخدم أحبار عن طريق إرشاد أستاذنا أبو محمد، أحبار من دايسو حقيقة صينية جيدة إلى أبعد الحدود، مع نوعية من الورق، مع ملاحظة أن حتى الورق استخدم فيه أكثر من نوع سواء الكانسون القطني أو العادي، وأخيرا أيضا بمشورة أستاذنا أبو محمد المقمش الهولندي.
يعطيكم العافية. حياك الله. بالمناسبة أود الإشارة إلى أن اللوحات المعروضة في هذه القاعة هي للأستاذ عبد الله، وهي أيضا مثيرة لتفتح الشهية للسؤال والاستفسار. أستاذ إبراهيم، عندك أي تعقيب على المداخلات؟ حياكم الله أبو محمد. أستاذ عبد العظيم، كلامك بالنسبة إلى التلمذة عند الخطاطين إضافة بسيطة فيما ذكرت. طبعا في شجرة عند الخطاطين يرجعوا في تلمذتهم إلى الإمام علي عليه السلام. شوف، بالرغم أنهم فيما بينهم خطوط حاليا مثلا زي خط الثلث والنسخ والرقعة، وخطوط هذه ما كانت في أيام الإمام علي، لكن يقول لك المنهج هو منهجه، يعني يرجعوا بالتلمذة والتبرك عامة خطاطي المسلمين قاطبة، يعني ممن اندرجوا تحت الخط المنسوب يرجعوا في الأخير يقول لك هذا الشيء جاء به ابن مقلة نتيجة يعني العلوم، علوم أهل البيت سلام الله عليهم، ويعتبرون نفسهم أن لتوجيهات الإمام علي عليه السلام التي يرويها الآن في الكتب المطبوعة مؤخرا، يعني بعد تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي يأتون في حديث في الكتاب المطبوع في كراسة شوقي، يعني كراسة شوقي وهو أحد الأساتذة المتأخرين يعني في القرن الماضي، توفي سنة 1304 تقريبا هجري، يقول قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخط مخفي في تعليم الأستاذ. شوف يعني كأنما مباشرة، وقوامه في كثرة المشق والمداومة عليه، يعني هذا يروه ومطبوع في الآن يعتبر عند الخطاطين في النسخ والثلث المرجع الأول لهم، وهي كراسة شوقي موجود فيها هذا النص. فهذا بس إشارة توضيحية. يعطيك العافية. دقيقة بس ناخذ بعض المداخلات. تفضل يا أستاذ باسم. السلام عليكم. أبو مصطفى حسين الزاير، هذا طبعا أبو رضا سير أخوي وأطول مني بس أنا أكبر. طبعا أنا سمعت من أخي الله يحفظه أبو رضا أنه هو يعكف كذلك على كتاب قواعد الخط بما يسمى كمرجع أو رسالة ليرجع بها إلى الخط. هذا الكلام طبعا من سنين، طبعا أبو رضا إذا قعد على حاجة يقعد عليها من 10 سنين ويلا تطلع لها صفحة. فما أدري هذا الكلام هل لا زال مستمر زين، وإلى أي إلى أين وصلت؟ خلصت الصفحة الأولى ولا بعد؟ تمام خلص. تمام يا أستاذ أحسن. السلام عليكم. في بيجي الله يسعد مساكم جميعا، وأنا دعوة من الأستاذ جعفر، طبعاً ما أحتاج دعوة أكيد. عفواً الإسم لو سمحت. معكم مرزا الصالح، فنان تشكيلي وشاعر يقول الخطاط. يعني على خفيف. عموماً أنا سعدت تواجد بينكم طبعاً من أخوة الكرام، واللي أسعدني أكثر طبعاً السلة الطيبة اللي أمامي طبعاً، قامت كبرى في الخط العربي، وإحنا نحترمهم ونديرهم ونقدرهم، ما أحبطوا لكم طبعاً. في عندي مدخلين، يلاحظ
كثير من الخطاطين قصدي من الفنانين التشكيليين الان المرحله هذه ياخذوا الخط العربي بشكل نقلي، يعني قاعدين ينسخوا من الانترنت او من بعض الكتب او الشغلات دي ويسجلوها على اعمالهم ولوحاتهم كعنصر مقاوم للوحه. تمام. وهذا الامر طبعا انا يعني اعتبره للاسف امر غير جيد. تمام. مفترض الخطاط هو اولى، يقولوا اهل مكه ادرى بشعابها يعني زي ما يقولوا. فمفترض ان الخطاط هو الاولى بالتقويم الخط والحروفيات هذه. صحيح. وتكون اساس كل عمل له قيمه. ويزيد قيمه طبعا بالاجاده. طبعا كل ما كان الخطاط مجيد اكيد راح يكون العمل اكثر قوامه واكثر نبوغ يعني. لكن للاسف الوضع اللي صاير الان الكل ينهل من خطوط غيره. جميل، وصلت الفكرة. وصل. فأتمنى من جميع يحاولوا انهم اللي مو خطاط يبتعد عن الخط اساسا. يعطيك العافية. أما مدخل آخر. أيوة. خصوص طبعا أعلق على الاثنين طبعا. نعم. تدريس مادة الخط العربي في المرحلة الابتدائية. فعلا من أكبر الأخطاء اللي ترتكبها وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم الآن، كانت سابقا وزارة المعارف والتربية والتعليم وغيرها من المسميات الأخرى، إنها توكل تدريس مادة الخط العربي الإنسان لا يفقه شيئا في الخط العربي. تخيل لو سأله طالب قال هذا الخط وش نوعه وكيف يكتب أو اكتب لي قدامي، ما راح يسوي شيء. فهنا شوف الموقف الحرج اللي راح يتعرض له. كذلك مادة التربية الفنية خاصة الفصول الأولى الأول والثاني والثالث اللي هي المرحلة الأولى من التعليم، للأسف توكل رغم أنها من أكثر المراحل مفترض توكل إليها مدرس متخصص جدا وبشكل متميز. جميل. حتى عايش طبعا ويكون يعرف خصائص رسوم الأطفال، وهذا اللي حبيت أنا عليه وأنا شاكر. أحسنت أستاذ ميرسي. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. شكرا لك. شكرا أستاذ ميرسي. عبد الله شهاب. شكرا جزيلا للعرضين المقدمين للأخوين أستاذ إبراهيم وأستاذ عبد الله. أنا فقط مناقشتي هي أمنية باعتبارنا إحنا في منطقة مليئة بالمساجد والحسينيات. الواقع يعني أنا بس مع يعني أنا هو الخط، وأنا تدربت على يد الأستاذ الخطاط ممكن ناصر حوالي 3 سنوات في بداية يعني حياتي، كنت في بداية الشهادة الكفاءة المتوسطة قبل البزنس. إي قبل من زمان طبعاً. هو بعدين طلع وراح أرامكو، كان عنده محل في أمان حمام خطاط، يعني خطاط مكي عفو الأخوان من قدماء الخطاطين كبار الخطاطين. ما هي الأمنية يا أستاذ؟ الأمنية أن يعني إذا يعني الجماعة الطيبة جماعة الخط العربي يجب أن يكون لها دور إعلامي يعني أكثر حقيقة. المجتمع بعض المجتمع يمكن يجهل هذه الجمعية ودورها والخدمات التي تقدمها سواء برامجها أو أنشطتها. هناك ضعف شوية إعلامي، وأنا هذه نقد يعني بناء إن شاء الله. فيتحركوا على تعريف المجتمع، وهذه المنصة أو وجودهم الليلة هو جزء من إعلام المجتمع وأخبار المجتمع بأنشطة هذه الجماعة. الأمنية فقط هي إذا فيه مشروع جديد لبناء حسينية أو مسجد زين، وبعدهم في مرحلة التشطيب ياريت يعني يسوقوا إلى أنهم يكتبوا الآيات القرآنية اللي تزخرف في المسجد أو الحسينية، أسماء الله الحسنى أو أسماء آيات أو أسماء أهل البيت أو
الأسماء القرآنية أو الآيات القرآنية اللي تزين المساجد لأنها تكتب حقيقة بخطوط ركيكة جدا، مغاربة يجيبوها منسوخة من النت على قولتنا معفوسة عفاس فوق تحت يعني. أحسن أتمنى أن تكون الجماعة تسهم في هذا يعني جزء من خدمة المجتمع ولتطويرهم أيضا تكون يعني أكبر مكان إلى عرض منتجاتهم آيات ثابتة أبقى يعني من ضمن ديكور اللي ما في المسجد يعني. شكرا لك. إيه أتفضل أستاذ. طبعا نشكر الأخ على هذا الطرح ولكن عندي ملاحظة. شغال. طبعا يجب أن لا نبخس كل ذي حق حقه. هذا الخطاب فنان مع الأسف يعني في المجتمع يعتبر كل شيء خير. هي مثلا سيئة أو مسجد تعطى إلى مقاول وتدفع له الأثمان يعني كل عمل مقابل. لما أجي عند الخطاب للباب لوجه الله هذا شيء طيب لكن أنا أعطي حقه أشجعه. لما أشجعه أنا زي المقاول زي الأمر يعني هنا سيبدأ هذا الخطاب وسيتفانى في تقديم ما هو أفضل. جميل. شكرا لك أستاذ حسن. السيدة أحد عندهم مداخلة عند الشيخ. تفضل أستاذ شيخ جهاد. السلام عليكم. عليكم جهاد قريش. أحسنتما وقدمتما الكثير. هنا فقط تعقيبا على كلام الأخ يعني نحن أتينا من صفوة ولدينا هدف مع السيد حول مسألة التعريف بالخط ورواجه وقيامه بين الناس. لدينا في كل سنة نتمنى يعني الأخوة الخطاطين سواء أستاذ حسن الزهر ساعدنا برؤيته وجميع الأخوان حتى يعني يقيموا معارض في المناسبات الكبرى لدينا كأيام عاشوراء ومحرم. نحن جئنا لهذا الهدف ونتمنى أن نكون يعني نحظى بقبولهم لهذه الدعوة في جامع رسول الله. فيها مقابل؟ هذه في البداية يعني دعوة وهدفنا الرئيسي جينا. عندي بعض الأسئلة. أنا في الواقع صغير جدا في مجال التصميم ودخلنا بشكل كبير على مجال الخط ولدينا بعض الأسئلة نحتاج إجابات من الأخوة. هل خط الرقعة يحتاج إلى كل هذا التشكيل كما هو خلفكم منتدى الثلاثاء الثقافي خط الرقعة بالذات؟ ما في خط رقعة. لا هذا مو خط رقعة عارف. لكن خط الرقعة هل يتشكل هل ممكن يتشكل بمثل هذه التشكيلات؟ واضح السؤال. السؤال بعض الأسئلة لو كلمنا خط الفرعوني كما قال الأستاذ إبراهيم هل هو صوري؟ هذا السؤال أيضا. التصاميم الإعلامية كما تروها أكيد تروها كثرت بشكل كبير وكثير مصممين هل ترون بأن الخطوط المستخدمة المختلفة فيها مناسبة كاختلاف وكم عدد الخطوط يفترض يكون في داخل هذا التصميم؟ وهذا يهمنا كمصممين للإعلانات الدينية. يعطيك العافية. إذا نكتفي بهذه المداخلات ونترك التعقيب الأخير للأستاذين. تفضلوا أستاذ عبد الله. أحب أن أضيف بالنسبة للأستاذ عبد العظيم يعطيك العافية فيما يخص الإجازة. أولا نقول كل شيء أن الخط العربي له قدسية ويمتز هذه ويتخذ هذه القدسية من قربه باللغة العربية والقرآن. ولذلك يشترك مع القرآن في كثير من الشغلات ومنها على سبيل المثال العلم. ففي القرآن تجويد وكذلك في الخط العربي تجويد وفي القرآن لحن عند بعض الأفراد ولذلك ويوجد لحن في الخط وخاصة عندما على سبيل المثال تكون كشيدة في السطر الأول وكشيدة تحتها مباشرة في السطر الثاني يعتبر لحن بالإضافة أنه يحمل جلسة خاصة به للكاتب أو للخطاب
وكانت قديما. فيما يخص قضية الإجازة كذلك يجاز العالم ويحتفى به، ومن يحفظ القرآن يجاز ويحتفى به، وكذلك الخطاط يحمل إجازة، ومراسيم الاحتفال للخطاط هي على غرار مراسيم احتفال الشيخ والآخرة. بالإضافة لأنه حتى ابن مقلة أطلق على النسب التي اخترعها بالنسب الفاضلة، والفاضل هو مرتبة من مراتب علماء الدين، وأعتقد الشيخ يشاطرني في هذه المسألة. لذلك هو في عمق الدين. والنقطة الأخيرة بأنه كان يدرس في المساجد في مكان دور العبادة، فلذلك اكتسب قدسية على خلاف بعض العلوم الأخرى. كما أن الخط العربي علاقة وطيدة جدا بكثير من العلوم، فله علاقة بعلم الكيمياء عن طريق صناعة الأحبار ونسبها وقوانينها، له علاقة بالهندسة، ولذلك المنائر والقبب تكتب عليها الحروف بطريقة هندسية رائعة، له حتى علاقة بالصوفية، فعندما يكتب الإنسان البسمة بصفة خاصة يجب عليه أن يمسك نفسه، أو بالأحرى يكتب نفسه حتى في سحبة السين إلى الميم لا يكون هناك نوع من الرجل، وقال بأنها صوفية يقف أمامها الخطاط إجلال وإعزاز، فهو يحترم الخط. عفوا للإطالة، ولكن أحببت أن أذكر هذه. وصلت المرحلة إلى أن واحد الخطاطين كان يضع دهن العود في محبرته، وعندما سئل عن ذلك قال: إنني أتشرف بأن أكتب لفظ الجلالة، وأحب أن أطيب هذا الاسم لأن هذا الاسم طيب. ووصلت المرحلة أكثر عند خطاط صوفي ليقول: إني أكاد لأرى الله حين أكتب حرف الواو في كلمة هو، هو الله الذي لا إله إلا هو هو. فلذلك الخط ليس فقط هو عبارة عن كتابة الحرف أو خط الحرف على قاعدته التي اخترعها الخطاطين القدماء وعلى رأس المقلة، وإنما هناك ما وراء الخطوط وما وراء الحروف، لأنها فيها نوع من العمق. وكلما نزل الإنسان بثقل وتأمل فيها كثيرا اكتشف فيها أشياء كثيرة وكثيرة، وفتحته أبواب من المعرفة. شكرا لأصدقائكم، شكرا لهذه الاستضافة. شكرا. أستاذ إبراهيم، الأخ عبد الله شهاب سأل أن الجمعية ليس لها دور إعلامي، ليس لها نشاط إعلامي معرف بها، وأضيف كذلك أنه الجمعية الخط ليس لها فريق كادر عملي، يعني في لما تريد تعمل معارض أو كذا ليس لها إمكانيات الكادر الذي يعني ينظم اللوحات وعلقها ويعمل على، لا أدري ما هو السبب في هذا. نقطة بس نرجع خطوة وراء ونطلع قدام بس سريع لأن ما عندنا وقت 5 دقائق. اللي ذكر في البداية أبو مصطفى بالنسبة إلى المنهج الخط العربي، من المنهج موجود الآن، لما يجي إبراهيم الزاير أو أي خطاط يبغى يضيف إضافة أو يبغى يرجع تخلف في المنهج، فلذلك الآن المكتبة مليئة بكتب الخط، كل يقول تعال تعلم في كتابي، هذا كتاب خط لتعليم الخط، وهذا كما هو شيء إيجابي، لكن لو نظرنا له بدقة يمكن نراه شيء سلبي على الخط. فمن فيه مهم وفي أهم، فمهم أن نضع كتاب يضاف في المكتبة، لكن الأهم أن يكون هذا الكتاب عمل إضافة في هذا المجال، وكذلك أتوقع بقية المجالات، يعني ليس بالكم ولكن الكيف، وهذا هو منهاج الخط في الواقع، الكيف للكم. النقطة الثانية أو مداخلة
الأستاذ اللي ذكرها. بالنسبة للجماعة الخط العربي بالقطيف وفي جمعية الخط العربي السعودي، الجمعية السعودية للخط العربي، هذا شيء وهذا شيء آخر. احنا الحمد لله في جماعة الخط العربي بالقطيف من دو أن تأسست زي ما ذكر الأستاذ علي سواري قبل شوي في النبذة عن الجماعة، تشكلت فيها إدارات وكل إدارة تضع خطة عمل ومجلس إدارة وفيها تنظيم على أرقى المستويات، ولو لم يكن فيها هذا الشيء لما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. ولكن الحمد لله بعد هناك الداعمين إلى الجماعة، لا ننسى يعني مؤسسة الدهان أو المحروس أو التجار، الحمد لله ما قصروا يعني في الدعم. لكن احنا عندنا بوجه عام على كل الجمعيات والأندية الرياضية وكل جماعات تتبنى العمل في المجتمع، زي ما احنا الآن أنتم جماعة من هذه الجماعات اللي تتبنى الأنشطة الثقافية، الحضور فيهم الخير والبركة، ولكن وين المفروض يكون أكثف من كذي؟ وفي مو بس في الخط، احنا نتكلم عن كل المجالات الثقافية. كذلك المسألة الإدارية هي عبء ثقيل، يعني سيأتي متطوع يترك أهله، يترك مقابل بدون مقابل يعني تطوعي العمل، فيحتاج إلى من يعني يشجعه على هذا العمل. وإحنا لازلنا في طور النشأ بالنسبة إلى التشجيع. قبل شوي أنا أعرج مباشرة، يعني أعطي إجابات سريعة وأعرج على كلام الشيخ جهاد لما تكلم عن الفرعونية. ما مو خط فرعوني، يعني مو ما في خط فرعوني، لكن كانت هناك مثلا أربعة خطوط، وهي الهيلوغريفية، فيها أربعة خطوط، أقدمها الهيروغليفي وهي كتابة تصويرية، هذه اللي كانت مثل رسم بطة وما إلى ذلك. بس في حجر الرشيد، هذا حجر الرشيد معروف يعني في تاريخ الكتابة والنقش الفرعوني الأهم، فيه الخطوط بالكتابة اليوناني القديم إغريقي وهراتيقي وهيروغليفي وخرطوشة باسم الملكة كليوباترا السابعة. فيعني هذه تعتبر وثيقة اهتم بها الباحثين في الآثار والكتابة وفكر الرموز وما إلى ذلك، حتى وصلنا إلى السومرية، وبعدين جاء دور اليمن، دور البلاد النهرين في كتابة الحضارة، يعني اللي هي بلاد الرافدين في العراق. ومصر رجعت من جديد نظمت أوراقها عبارة وأخذت إليها طريقة للكتابة غير الكتابة القديمة اللي هي كانت بالرموز والصور. هذا يعني بشكل مختصر. الخطوط في التصميم، عدد الخطوط في التصميمات. تفضل. خط الرقعة عفوا. اي خط الرقعة، تكلمت عن خط الرقعة واشرت الى هنا الى هذا خط الاجازة اللي فوق وتحته خط الثلث يعني، وبعدين تحت اللي في التاريخ خط الاجازة. هذه الخطوط تشكل يعني ومأخوذة التشاكيل يعني الضمة من الواو، زين، وهكذا بقية التشاكيل مأخوذة من حروف ولكن بشكل صغير، ويعني وضع لها الأساتذة شكل معين. أما خط الرقعة وخط الفارسي اللي هو يسمى مستعليق، فهذا لا يشكل يعني إلا بوضع شدة سكون، حاجة بسيطة نادرة يعني ما في تشكيل، يعتمد على فهمك للغة نفسها.
أما في الثلث لا، حركات تزيينية أحيانا تضاف أكثر من الفتحة والضمة، يضاف ميزان، يضاف كشيدة، يضاف عدة أشكال تزيينية للخط. المصمم يعني، بس ختام السؤال، المصمم يجب عليه أن يطلع على هذا وأن لا يكون مقصر يعني ويتعرض إلى النقد. طبعا هو ما يدري وش السالفة يعني، إذا واحد دخل عالم التصميم ولا أخذ لدورة في أنواع الخطوط ولو سريعة بس زين، بيألف كثير يعني، بيحيد عن التصميم. يجوز يعني كنظر تعدد الخطوط متنوعة في داخل التصميم على حسب التصميم يعني، وش هدفك من زي ما جيت كنت لها هدف، انك زي ما ذكر كذلك كل تصميم له هدف. كنظرة لكم انتم كأساتذة الخط يعني، يجوز مثل هالشكل في نظركم يعني تنوع الخط في داخل مخطوطة واحدة او في لوحة وكم عددها ممكن؟ في الان بقيت من الخطوط المشهورة يسموها شيش قلم، الاقلام الستة زين، واحيانا ممكن اضافة 7-8 خطوط بما فيها الخط الكوفي وما الى ذلك. اذا انت قاعد تخط مخطوطة استعراضية يعني تبغى انت تستعرض فيها انواع الخطوط، فطبيعي بتخط كل سطر مثلا او سطرين او سطر وسطر بنوع من الخطوط. اما اذا انت لا تبغى تكتب دعوة مثلا لنجوم مكان معين لدراءة مثلا كتصميم واحد بس منشر للناس، كم عدد الخطوط المضربة؟ ايه في هذه الحالة يستحسن انك خط نوع او نوعين. اذا ما قدرت تحط، اذا قدرت ما تحط الثالث افضل، لان انت هدفك اعلامي يعني. هدوء لو سمحتوا يا اخوان حتى نختم. تفضل يا استاذ. اي فهذا يعني بالنسبه الى التصميم عالم واسع كبير، يدخل من ضمنه ذوقيه كل اختيار الخط في هذا التصميم او اختيار خط اخر له. شكرا لكم. شكرا لك استاذ ابراهيم رئيس الجمعيه السعوديه للخط العربي، والاستاذ عبد الله عضو منتدى عن دار الخط، نعم العضو المؤسس لدار الخط العربي بالأحساء. شكرا لهذه الرحلة الجميلة التي تعرفنا فيها شيئا من التاريخ وشيئا من إيضاح الإبداعات في هذا الفن العريق، ونشكر حضوركم وتفاعلكم مع هذا البرنامج الجميل، إلى أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في برنامج جديد، ونراكم بألف خير إن شاء الله.